بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان. يوم جديد أستاذ الأهلي. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا داخل النادي الأهلي هو قطاع الناشئين، وهنبرز مع حضراتكم أبرز ما يحدث داخل قطاع كرة القدم في الناشئين بالنادي الأهلي. هنحاور بعض من المديرين الفنيين وأيضا بعض من اللاعبين، وهنستعرض كافة كل الأنشطة داخل هذا القطاع العريق. وخلينا نتكلم في حاجة مهمة. الأول بنبارك للنادي الأهلي على حصول على بطولة السوبر العشرة، وكان في العديد من الأقاويل ابتدت تطلع حتى من بعض الزملاء اللي مشهور عنهم ان هم بينتموا او بيشجعوا نادي الزمالك، ان النادي الاهلي ازاي بيكسب كل هذا العدد من البطولات. صراحه على مدار 110 سنه حتى الان عشان توصل لبطوله الموضوع صعب مش سهل، فلازم يكون عندك بعض البنود او بعض القواعد عشان تمشي بيها. في الاخر هيطلع لك النتيجه انك تحصد بطوله. فالنادي الاهلي من 110 سنه حتى الان عنده حاجة قوية جدا، وهي القاعدة الرئيسية اللي بيقدر يطلع منها نجوم، وهو قطاع الناشئين في النادي الأهلي. من 110 سنة لو جبت لك كل أبرز النجوم اللي فعلا أساطير جوه النادي الأهلي أغلبهم من قطاع كرة القدم من النادي الأهلي. هنتكلم على كابتن صالح سليم، واحد من أكبر الأساطير في كرة القدم في سواء في مصر أو سواء في الوطن العربي، في النادي الأهلي بالتحديد، وهو من أبناء قطاع الناشئين للنادي الاهلي. نتكلم على جيل السبعينات والعتاوله، كابتن خطيب، كابتن مصطفى يونس، كابتن مصطفى عبده، كابتن حسن حمدي، كابتن صفوت عبد الحليم، والعديد، انا مش عايز انسى حد، كل دول من قطاع الناشئين في النادي الاهلي. وهنا فتره النادي الاهلي في فتره الاربعينات ابتدى يسيطر. كان في تدعيمات من بعض الانديه الاخرى، ولكن ولاد النادي اللي شايلين الدنيا. فولاد النادي بيتم تربيتهم في النادي الاهلي بشكل مختلف، والاختلاف هو اللي بيصنع الفرق. ليه؟ لان انت عشان تصنع ناشئ انت محتاج ان انت تديله الموهبه الفنيه وفي نفس الوقت تديله شخصيه، ولما تضم الحاجتين دول في خط متوازي هتلاقي في الاخر شخصيه بطل وموهبه بطل. اذا الموضوع في النادي الاهلي عكس كل الانديه الاخرى، مع كل الاحترام والتقدير، ان انت بتعمل خلطه ما بين ان ازاي يبقى موهبه، لان مش اي حد هيقدر يلعب كوره في النادي الاهلي. خلينا نبقى واقعيين، النادي الاهلي مستوى المواهب اللي مفترض انها تبقى موجوده جواه مختلفه. في نفس الوقت الشخصيه، وبناء الشخصيه هنا من اهم العوامل اللي موجوده في كره القدم خاصه في الناشئين. ان ازاي تتكلم بقى على ماتش السوبر، النادي الاهلي لعب الزمالك وكسبان 3، خلاص قصه انتهت، وعندنا ماتش مهم، عندنا بطوله مهمه. هنا نقطة مهمة جدا، يعني في أندية تانية ماتش القمة بالنسبة لها لو كسبته، أو ماتش مهم لو كسبته، يبقى فيه أفراح، يبقى فيه نشوة كبيرة جدا، فابتدي أبعد، على الرغم إن أنا عندي كمية صعوبات هذا الموسم غير طبيعية، بل عكس مستوى الطبيعة. ولكن شخصية اللاعب وشخصية الفريق، وأكرر تاني، النادي الأهلي النادي الوحيد اللي في الكرة المصرية اللي معظم أكتر من 70-80% من اللي موجودين في التشكيلة الأساسية من ولاده. وهنا الفارق، حتى إن كان في بعض التدعيمات برضو لولاد النادي الأهلي، كانوا واتخرجوا من مدرسة النادي الأهلي، والنادي الأهلي في مدرسته مش بس بيعلم كرة قدم، لا، بيصنع إزاي تبقى شخصية، إزاي تبقى بطل، إزاي تبقى نموذج، إزاي تقدر تكمل مشوار البطولات والإنجازات. يبقى أنت إزاي بتصنع موهبة وبتديها الحاجات الفنية، إزاي تستلم وإزاي تسلم، الناحية البدنية، الناحية الفنية، إزاي تبقى أدوارك إيه جوه الملعب، المركز اللي أنت فيه ده أدواره إيه، إزاي تبقى قائد للفرقة. وهنا بقى تخش شخصية النادي الأهلي، إنك إزاي بتلعب في التسعين دقيقة والوقت بدل الضيع على المكسب مهما كانت الظروف، حتى لو كنت فنيا داخل المباراة أقل من المنافس، وده ما بيحصلش كتير ولكن بيحدث في بعض الاحيان. ممكن يبقى عندك اصابات، ممكن يبقى عندك غيابات، ممكن اي حاجه، يبقى انت ممكن تحصل حاله طرد. وعلى مدار التاريخ النادي الاهلي كسب ماتشات وهو اقل عدد عشان شخصيه ولاده. وهنا الفارق، ان العامل النفسي بالنسبه لكره القدم، كره القدم اربع حاجات: الجانب المهاري، الجانب التكتيكي، وبعدين الجانب البدني، والجانب النفسي. والجانب النفسي في الكرة المصرية مهم جدا، انك ازاي تصنع
وانت بتدي الموهبه تدي معاها شخصيه نموذج. حتى لما تيجي تتكلم على لعيب يقول لك ده اخلاق النادي الاهلي، كلمه اخلاق النادي الاهلي دي مش من فراغ، وانك ازاي تستمر في مواصله الانجازات دي حاجه صعبه جدا. الناس بتقول لك اصل النادي الاهلي الطبيعي ان هو بياخد الدوري والكاس ودي اي حد، لا الكلام ده غير صحيح بالمره، بدليل ان لما بيحدث لا قدر الله اخفاق في ان انت تحصل على بطوله الدوري بيتم تغيير المدرب، لان الهدف الرئيسي ما تحققش. فاذا انك ازاي تكمل المشوار، هنا المعضله الصعبه اللي النادي الاهلي صراحه في الفتره اللي فاتت وعلى مدار التاريخ هو اللي بيصنعها بولاده وقطاع الناشئين داخل النادي الاهلي. برضو هقول لك يعني موهبه زي كابتن محمود خطيب ما من ناشئين النادي الاهلي، مع احترامي كل المواهب الموجوده، افضل لاعب في افريقيا او اللاعب خد افضل لاعب في افريقيا في الثمانينات من ولاد النادي الاهلي، جيل الثمانينات وعتاوله الثمانينات برضو من ولاد النادي الاهلي. وبعدين بعد كده الفرقه بقى اللي طلعت اتقال عليهم التلامذه اللي طلعوا وكسبوا حتى نادي الزمالك في لقاء القمه وكملوا وفي مشوار التسعينات، نفس الشيء هتلاقي ولاد النادي الاهلي. ومن الالفينات نفس القصه، توارد وتوارث الاجيال داخل النادي الاهلي دائما وابدا يصنع الفرق. وهنا بنبص اللعيب ده نموذج لاي واحد بيحاول يفكر انه يلعب كره قدم، ومش بس كده، لاي واحد عايز ينجح في حياته. حسام عاشور، حسام عاشور ما شاء الله احتفل بالبطوله رقم 33 في تاريخه مع النادي الاهلي. واحد زي حسام عاشور دايما اللعيب الناس كلها بتحبه، زمايله بتحبه، من الناحيه الشخصيه شخصيه جميله، شخصيه محترمه، شخصيه تتعلم منها حتى لو انت اكبر منه سن، حتى لو انت اكبر منه سنا تتعلم منه. تعلم منه ان حسام عاشور كموهبه في كره القدم، انا اكلمك دلوقتي على موهبه حسام عاشور. حسام عاشور من اللعيبه اللي عندها مستوى ذكاء داخل الملعب، انه بيقدر يتوقع فين اللعب اللي هيجي لي من الخصم فاقدر افسده ببس تحرك بسيط ان انا بكون واقف في المكان الصح. الحاجه الثانيه عنده موهبه تسلم وتسليم، تسليم وتسلم فوق العاديه، لدرجه ان في بعض التمرينات اللي فيها تسليم وتسلم دوائر بقى الصغيره وثلاثه على اثنين او ثلاثه على واحد او 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 بيبقى من ابرز الناس. وقليل قوي لما تلاقي حسام عاشور بيعمل ميس باس، عنده ثقه في نفسه وزملائه عندهم ثقه فيه ان الباس وهو رايح لحسام عاشور هيرجع صح يا اما هيحل لك مشكله. انه ازاي بيقدر يحمي الاثنين قلبي الدفاع والاثنين الباكات سواء على اليمين سواء على الشمال حاجه اعلى من الوصف. عنده ذكاء في الموضوع دوت وعنده موهبه انه ازاي بيعرف ما يكشفش باكاته سواء قلب دفاع او اثنين باكات. ده من الناحيه الفنيه، معدل جري عالي، يصنع الفارق دايما، يحل لك كل حاجه، وبيتقال عليه هو فعلا مسمار خط وسط الكره المصريه. طب ازاي حسام عاشور ما شاء الله من بدايته في مطلع الالفينيات 2003 2004 وبدايه كان كابتن فتحي مبروك اداله الفرصه وابتدى يشارك، ثم بعد كده مانو جوزيه اداله الفرصه، انه ازاي اصلا ياخد مكان اساسي في النادي الاهلي. موهبه كبيره وشخصيه فعلا خلقا وادبا نموذج، وده فعلا نموذج تربيه النادي الاهلي في قطاع الناشئين من الناحيه الفنيه ومن الناحيه النفسيه ومن الناحيه الادبيه. فملخص حسام عاشور كل الانجازات اللي انت حضرتك بتشوفها داخل النادي الاهلي. حسام عاشور قليل قوي لما تسمع ان هو عامل مشكله داخل النادي الاهلي، ما حصلش. حسام عاشور لما بيتبدل برؤيه او وجهه نظر فنيه لاي مدير فني بيطلع ومفيش اي مشكله وبينزل للتمرين تاني يوم بيموت نفسه عشان يكون الافضل. وهو ده النموذج، انك ازاي واحد وصل لهذا المستوى ما شاء الله من الانجازات ولسه عنده اصرار على المثابره وانه يكمل مشواره في ان هو لا انا لسه عايز تاني. في ناس تانيه تقول لك انا خدت بطوله واحده وبيعيش عليها طول حياته، وفي ناس تانيه بتجيب جونين وبتعيش عليهم طول حياتهم. ده واحد بسم الله ما شاء الله 33 بطوله. حسام عاشور نموذج يستحق الدراسه، مش بس ان انت بتتكلم ان تقول عليه انه مسمار خط وسط النادي الاهلي، لا ده نموذج مشرف انك تحب انك تتعامل معاه. شوف الناس وزمايله وزمايله حتى خارج الفريق، يعني اكتر واحد هو كان بيقدر يقضي على فعاليته قريب جدا منه شيكابالا، اصدقاء جدا، لكن جوه الملعب حاجه تانية، حاجه تانية، وحش. حسام عاشور جوه الملعب وحش، قائد وكاريزما وحاجات كتير
ايه اللي بنى بقى الكلام ده كله اللي انا بكلمه على حضراتكم؟ هو قطاع الناشئين في النادي الاهلي، مش بس مع حسام عاشور، مع كل نجوم النادي الاهلي، ولكن حسام عاشور بالنسبه للعيبه الصغيره انت لازم تشوف حسام عاشور بيعمل ايه وتقلده. انت لازم تشوف حسام عاشور بيتمرن ازاي وتقلده في التمرين وتقلده في خلقه، تقلده ان في بعض الاوقات بيبقى المدير الفني عايز يكثف هجومه وممكن يقولك طب انا هغير حسام عاشور. ممكن تختلف تتفق في هذا الامر، دي قصه تانية، ولكن بص رد فعله، ما يطلعش يتكلم تاني يوم في تمرينه ملتزم، اول واحد ملتزم دايما في مواعيده. نفس الشيء بالنسبه، انت عمرك ما تشوف مثلا حسام عاشور تخنان كيلو، ده ما حصلش. ما شاء الله نموذج، والصراحه منتخب مصر يحتاج الى حسام عاشور وبشده. وابرز حاجه انه من اولاد النادي الاهلي، وحتى لما بيتم بعض الانديه بتستعير لعيبه النادي الاهلي. واقول لحضراتكم الكلام اللي جوه المدربين لما تيجي تقول انا عندي لعيب من اولاد النادي الاهلي، ده بتدي له ميزه كبيره جدا. ده معناه ان هو جيد سلوكيا، ده معناه ان هو جيد فنيا، تم تاسيسه بالشكل الصحيح سواء على المستوى الفني او المستوى الاخلاقي والمستوى النفسي، انك ازاي هيكون عندك لعيب نموذج يشرفك عنده شخصيه الفوز. وهنا شخصيه الفوز دي نقطه مهمه جدا هتكلم فيها مع حضرتك. وهنا حسام عاشور بيستلم كاس السوبر وهو واحد من ولاد النادي الاهلي، من رئيس النادي الاهلي اللي فعلا كلنا نتشرف انه من ولاد هذا النادي العريق نادي الاهلي، وهو الكابتن محمود الخطيب. شخصيه الفوز وكاريزما الفوز دي لا تاتي من فراغ، دي حاجه فعلا غير موجوده الا في النادي الاهلي، انك تلاقي الناشئ من اول يوم ليه جوه النادي الاهلي بيتم تلقينه يعني ايه شخصيه البطل، ويعني ايه انك تكسب بشرف، ويعني ايه ان مفيش حاجه اسمها فوز مزيف. لانك وانت كسبان ولعبت غلط بيتم تعنيفك تاني يوم، ودي حصلت حتى في بعض اللعيبه في الفريق الاول. انك ممكن تبقى كسبان بطوله ومش قدي مش مادي اداء كويس، وتاني يوم في التمرين في المحاضره بدل ما الناس بقى تقعد تتكلم وتمدح فيك، لا هنا في وقفه يا كابتن، انت الحته الفلانيه عملتها غلط. احنا كان عندنا اخطاء في التمركز في الحاجه الفلانيه، كان عندنا خطا في انهاء بناء الهجمه. هو ده النادي الاهلي، ان دايما الهدف متجدد، وان دايما المتغيرات اللي بتتم تلقينها ليك فيها ثوابت واسس، ان انت لازم تلعب صح عشان توصل وتكسب، في نفس الوقت لازم تكون شخصيتك صح عشان تكمل. لان انت ممكن تبقى موهوب بس ما عندكش الشخصيه الصح، ففجاه هتقعد لك سنه سنتين وهتبطل او هتبعد ومحدش هيفتكرك. لكن ان انت تفضل مستمر في انك تكمل وتكسب بطولات وتكسب وتعمل انجازات وتعمل ارقام، هو ده المعادله الصعبه. وتضربها كده يطلع لك ناشئ النادي الاهلي، تربيه قطاع الناشئين في النادي الاهلي. ممكن يجي لك بعض اللعيبه اللي مش من جوه قطاع الناشئين في النادي الاهلي لكن عندهم هذه السمات، وده بيبقوا قليلين، فتحس ان هم مولودين جوه النادي. ولكن في المجمل الصوره اللي حضراتكم شايفينها دي، لو قعدنا نعد كم واحد من ولاد النادي الاهلي في قطاع الناشئين هيعدوا ال 11 12 13 لعيب، والفرقه بيلعب فيها 11. فشوف انا عديت لك قد ايه من داخل قطاع الناشئين النادي الاهلي. الكل بيشيد بحسام عاشور نموذج، اتكلم على سعد سمير، اتكلم على محمد الشناوي، اتكلم على حسين السيد، اتكلم على احمد حمدي، اتكلم على حسام عاشور، اتكلم على مؤمن زكريا من احد ابناء قطاع الناشئين في النادي الاهلي، اتكلم على اللاعب اسلام محارب من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، شريف اكرامي، احمد عادل عبد المنعم. شوف انا عديت لكم قد ايه، ولسه على فكره لسه ما خلصتش. كل دول من ناشئي النادي الاهلي. فلما يبقى عندك هويه داخل الفريق، حتى لو جبت اي تدعيمات، وان كانت في بعض الاوقات مش على المستوى المطلوب سواء فنيا او اخلاقيا، غصب عنها بتمشي على حسب المنظومه، لان المنظومه ماشيه في الاتجاه ده. المنظومه ماشيه في الاتجاه ده، ولما يكون مدير الكرة بتاعك كابتن سيد عبد الحفيظ واحد برضو من ولاد النادي الاهلي المميزين اللي اتعلم وتالق بسرعه وداخل جوه منظومته، وهو لعيب وهو اداري سريعا، ده بيفرق معاك. كابتن احمد ايوب نفس القصه، واحد من
ابناء النادي الاهلي المميزين ومن الناس اللي كانت موهوبه في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ده نفس الشيء. والكابتن حسام البدري الجهاز اغلبه الصيغه الرئيسيه فيه من ولاد النادي الاهلي اللي اتربوا على الاسس والمبادئ والاخلاق، وانك ازاي تبقى شخصيتك بطل. دخل معاهم كابتن سيد معوض، واحد من الناس اللي لما جم من النادي الاسماعيلي دخل بسرعه جوه المنظومه بقى زيه زيهم. احمد فتحي نفس الشيء، وليد سليمان نفس الشيء، لعيبه ما تحسش ان هم يعني جايين لك من بره. وهنا الهويه هي اللي بتكسب، لان كل فريق لما يكون عنده الهويه الشخصيه اللي انت بتعتمد عليها كشخصيات وايضا ناحيه نفسيه وناحيه فنيه، هتقدر توصل لكيان قادر على مواصله الانتصارات. انك في النادي الاهلي لما بتكسب بطوله بتفرح الفتره بتاعتها، ولكن في اليوم اللي بعده انت خلاص دلوقتي النادي الاهلي اغلق ملف السوبر وابتدى يخش في ملف الدوري العام، ودي حاجه من الحاجات المهمه جدا وموجوده في كل الانديه على مستوى العالم الاحترافيه. يعني عندك نادي زي ريال مدريد، نادي زي بايرن ميونخ، وحتى ان كان ريال مدريد في الفتره الاخيره مستواه مش على المستوى المطلوب، ولكن بص السنتين اللي فاتوا ريال مدريد وصل ازاي. نفس الشيء بالنسبه لبرشلونه، بالنسبه لبايرن ميونخ، بالنسبه للانديه الكبيره، الانديه العريقه اللي ايضا بتعتمد على قطاع الناشئين عنها بشكل كبير جدا، وتحس ان شخصيه اللاعب اللي طالع من اكاديميته او من الناشئين عنده مختلف. بص اللاعب في برشلونه بيطلع لك عامل ازاي، وحتى ان كان ما عندوش فرصه داخل الفريق الاول عنده، لما بيطلع اعاره او بيتم انتقاله للانديه الاخرى بكسر الدنيا. وهي دي الكلام اللي بيتقال لك في النادي الاهلي، ان انت شخصيتك وموهبتك الاثنين مع بعض هيطلعوا لك المردود اللي في الاخر هتاخده، المردود اللي في الاخر هتكسبه ايه. وكلامي هنا لكل الناشئين اللي بيسمعوني، شخصيتك غير موهبتك، مش بس ان انت تروح الملعب وتروح التمرين تعمل اللي انت عايزه. مدير الفني اللي قاعد ده حاسس بحاجات وشايف حاجات ودارس حاجات انت ما تعرفهاش، سمعك لكلامه هو اللي هيخليك تكمل. وعلى مدار كل ما شاء الله النجوم اللي بيجوا لنا في النادي الاهلي مهما كان اسمهم الكبير، تلاقيه مثلا يعني كابتن ماهر همام في احدى الحلقات، كابتن ماهر همام يعني مساك نادي الاهلي ومنتخب مصر، واحد من المدافعين يعني اللي خدوا كميه بطولات لا حصر له، يجي يقول لك انا اتعلمت في الحته ديت من كابتن حسن حمدي كذا. كابتن محمود خطيب موهبه رهيبه، يجي يقول لك انا اتعلمت من الكابتن كذا الحته الفلانيه. الكلمة ديت كبيرة مش سهلة، لأن أنت هتفضل تتعلم وهتفضل تاخد من مدربينك، من زمايلك الأقدم منك سنا، من كل الناس الخبرة. إحنا دايما اتعلمنا في النادي الأهلي من الكابتن كذا الحاجة الفلانية، وهنا أنت إزاي بتعمل للأجيال تتابع وتسلسل وما تفقدش الهوية. أنت ممكن عندك بعض الأندية تعمل جيه كويس قوي يكسر الدنيا، وسنهم يكبر يبطلوا كورة أو ينتقلوا لأندية تانية، تلاقي الكيرف بينزل والمنظومة خلاص مش موجودة. تقعد تدور وتبحث، تقعد تدور وتبحث وتشتري من بره، تشتري من بره، مفيش مشكلة على فكرة، الاحتراف فيه وارد إن أنت تشتري من بره، بس هل أنت عندك التسلسل اللي لما تشتري حد من بره وتدخله مع العناصر اللي أنت مطلعهم من ولادك اللي هم عندهم هويتك، اللي عندهم شخصيتك، اللي يقدروا فعلا يحسوا بقد ايه مسؤوليه شعار النادي اللي انا بلعب له؟ يعني ايه ان انا لازم اكسب، ولازم اكسب بشرف، مش مجرد ان انا اكسب وبس، لا انا لازم اكسب واكسب بشرف، ولازم يبقى مجهودي في الملعب هو الاعلى. يعني انا هقول لحضراتكم ان النادي الاهلي قدام المصري في الدقيقه 100 وكام للمره الثانيه، سواء في كاس مصر او في كاس السوبر، روح الفالنه الحمراء فعلا ازاي بتادي ان انت كمل بشكل قوي وتقدر تحصل على الهدف اللي انت عايز تكسب. بصوا ازارو ضغط في الدقيقه كام، وبصوا مين ضغط معاه عشان النادي الاهلي يكسب. نفس الشيء اللي حصل في لقاء الاهلي والمصري في كاس مصر بالظبط، شوفوا ضغطه في الدقيقه امتى وخدوا الكره ازاي، واحمد فتحي في الاخر فنشها بالشكل الجميل اللي حركه تتذكروه. كل هذه الامور بتدي لك
اهميه قطاع الناشئين في كل الانديه مش بس في النادي الاهلي، ولكن لماذا قطاع الناشئين في النادي الاهلي مميز؟ دي حاجه من اهم الحاجات اللي كنت لازم اتكلم فيها مع حضراتكم. انا هطلع فاصل، وبعد الفاصل استقبل واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين ومدرب مدير الفني لفريق 2001 بالنادي الاهلي الكابتن محمد شرف. اوعى تروحوا بعيد عشان النادي الاهلي حبيبي.